مرحبا بيك عايش لاباس لاباس عايش نتعرف عليك بس وي مرحبا نتشرف شنو تعمل والله نعمل في الدنيا انا نخدم في ليبيا قلت لي من عام 90 هكا من عام 90 احكي لي اي من عام 90 انا نمشي ونجي ليبيا ولادي لهنا وداري لهنا في تونس نمشي ونجي وين نتحس كيف جات المعادله ما بين انك تعيش في ليبيا ولادك لهنا والله تعودت بليبيا انا نحبها ليبيا برشا الحق ناس طيبه وناس الحمد فما احترام وفما باهي كيما بلادي كيما ليبيا كيف كيف ما عنديش فارق انا غادي ولا هنا كيف كيف وقت كيف جيت الحكايه انه ولادك لنا وانت غادي فهمني العائله تعيشوا غادي انت راجلك لا لا راجلي متوفي الله يرحمه فما الاولاد يجوني ليبيا يجيو وقت كنت انت وراجلك قبل غادي لا لا مشيت وحدي لا مشيت انا ولدي مشيت انا ولدي و... وقرع ولدي غاديك في القنصليه التونسيه وكبر ومن بعد ما عادش حاب يمشي عرس وكل شيء. كنتوا تخدموا في العام التسعينات. نخدم طباخه انا نخدم غاديك. فهمت؟ نخدم طباخه غادي ومعاملتهم باهي الله يرحم والديهم الحق نسكن في وسط البلاد في طرابلس في العاصمه تحترم نفسك يحترموك الحق من عام 90 وانا غادي. ما تقعدش؟ ليه؟ نمشي ليه؟ انا نخدم حره ليبر. مرات نطيب لجماعه القنصليه نتاعنا التونسيه. مرات عند عائلات يعرفوني بحكم اني انا قديمه يعني يعرفوني يجيبوني عيطولي كل شيء مساله ثقه فهمت بس ايش صعيبه انك زوج توفى توفى عنده سنين اي عنده سنين اي انك خليت الاولاد في شيره وانت قعدت في ليبيا ما قالولكش روحوا لا يجوني ولادي كيف كيف كما ليبيا كما تونس يجوا اللي يتوحش يجي وانا زاده كيف كيف عرس ولادي عرست لهم انا عرست لهم الاولاد وباولادهم ما شاء الله متهني عليهم الحمد لله يجوني تو عندي ولدي كان يخدم في ليبيا زاده جا يخدم غادي وروح ليبيه وتونسيه انا ليبيه اصل اصول انا من اصول ليبيه بابا ليبي وامي ليبيه الله يرحمهم اي بويا ورشفاني الله يرحمه امي طار هنا فهمت عندي عائلتي غاديكا وحبابي وصحابي وجيراني تزوجت بتونسي اي يعني فهمت كنت انت ليبيه مش معناها اوكي تونسيه من بعد لكن انت بالاساس ليبيه سامحني تونسيه من قبل بوك وامك ليبيين ولا ليبيين اما احنا ماخذين جنسيه تونسيه جاوا قبل الايامات يقولوا حرب الطليان والدنيا وصار شويه فقر في ليبيا العباد الجداد يروحوا لتونس فهمت فما اللي خذا جنسيه فما اللي يروحوا يسميهم الليبيين يسميهم عائدون احنا ماناش من العائدون ما روحناش خاطر فهمت بقاو لهنا انا حبيت ليبيا مشيت لها اول مره مانيش على خدمه ولا حتى على شيء مشيت نشوف مشيت الاهل والفاميليا مصلي على النبي عجبوني معاملتهم الله يرحم والديهم ما نكذبش عليك وانت تحط نفسك تلقاها في البداية أول ما رجعت ليبيا خاطر احنا كي نحكي وأنت من أصلك ليبي الوالد ليبي والأم ليبي كي رجعت الغادي حسيت روحك غريبة في غريبة مستحيلة سنوات الأولى سنوات الأولى مانيش غريبة تأقلمت معاهم مع جوهم أحلاهم أحلى تربيتهم نحكي لك على ليبيا صدقني بصدق أنا امرأة كبيرة مش صغيرة باش الاحترام اللي عندهم ما نجمش نوصفه لك والله العظيم والله وأنت وين تحط نفسك ريت الشارع اللي تسكن فيها الجمعة الأولى من نهار الأول يشوفوك شنية أنت يحترموك يبدو هما يعزموا فيك إجا الحوش إجا تفضل بحذان إجا في العياد والله يصدق عاشروا ليبيا الله يرحم والديهم الله يرحم والدين والدين صحاب عشرة يحبوا الاحترام الإنسان المحترم يحبوه برشا حطوه على روسهم كذبش عليك ما يفرقوش لا يقولوك لا تونسية لا جزائرية ولا شيء يحترموك كل احترام الله يرحم والديهم تصوري أنا من سنة 90 وأنا نمشي ونجي واليوم الغدوة نجم نلبس باسبوري ونمشي في العام قداش تروح من مرة؟ مش محسوبة وقت ما نحب وقت ما نتوحش تونس نجي. فوت ثلاثة أربع مرات. أه؟ أول مرة هذه قريت بقيت عام. قريت عام في تونس؟ بقيت في ليبيا. ليبيا. عندي عام مرة اللي جيت تو. أنا عام كامل مرة واحدة. إي عام كامل مرة واحدة. علاش المرة ذي بصفة استثنائية؟ إي كيكة نخدم على روحي. نخدم على روحي. أنا مرة ما نقعدش نحب الخدمة. نحب الخدمة ونحبش يكون مثلا تيح بيا ولا حد الناس كل لاهيه في رويحه الناس كل تخدم على رويحه نحب نخدم انا نخدم ربي عاطيني الحمد لله صحه البدن علاش ما نخدمش علاش ها مربوطه بعمر مادام بصحتك وتخدم الحمد لله نشكر ربي نحمدو نشكرو على فضله على صحه البدن علاش الاولاد ما خيروش يستقروا في ليبيا لا 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 انا بدي ما نحبش الجانب المادي متوفر لهم لنا خير الحمد لله مستوره والحمد لله اما وليداتي يرحم والديهم وليداتي باهين معايا عندي زوز ولاد وبناي اللهم صلي على النبي صلي عني جدة اليوم جدة قديش عندك من حفيد عندي وليد عنده توامة شاهد ويعقوب وخديجة وعندي محمد هذا عيطوا له ليبي خاطر عاش في ليبي قديش عمره محمد من سنة 84 عمره حفيدك لا لا ولدك ولدي ما عنده غزل توتو
روحي وعقلي في ولاد ولادي انا. شنو الفرق العيشه ما بين ليبيا وتونس؟ فما حتى فرق، عاديه شويه، فما شويه غلاه هنا ياسر، غاليه البلاد، غاليه ياسر ياسر ياسر، غاليه برشا. غاديك مصلي على النبي، الخير الكل موجود متوفر، تخدم تجيب باش تاكل، تخدم تجيب يعني تقدر باش تاكل وباش تصرف وباش امورك هانيه. اما لهنا لا، تخدم ليل ونهار ما تلبش عليك، غاليه الدنيا، غاليه المعيشه، غاليه ياسر معيشه. شنو تجيب من غادي تجهز من هنا للدار؟ شنو اكثر حاجات متوفره؟ نجيب عندي محل ملابس، حانوت تاع ملابس تاع نساء، نجيب الحانوت، محل حانوت كيما غادي ولا نمشي تاخذ شويه حوايج زاد الحانوت. دوده الله غالب في مخي. منا ومن غادي من دا ومن غادي. ما نجمش تجاره في راسي ما نجمش نحيها. الله غالب انت المراه الناشطه اللي حتى تخدم. سامحني مراه ولا راجل، يلزمك تخدم باش تجيب قرش الحلال، تخدم. سامحني بها يا تو تجي الواحد حتى اقرب الناس ليك تمد يدك واعطيني. ها ابسط الحاجات هذه، ما نمدش عمري من ولادي مصلي على النبي، والله يبدو لين يحشموني، يجي بحذاني يجي بحذاني، لا ما يخلونيش ولادي، خلونيش ولدي يتغشش في العياد، يتغشش كي ما نجيش كي ما روحش من ليبيا. اختي ما نحبش انا وليداتي، ربي عندهم صغار مساكن. مي امهم انت في العيد ما عنده حق يتغش. يتغشش يحبني نعيد بخص صغير، يحبني نعيد بحذاهم. انا نحب فرحانه اللي هما متهنين ومصلي على النبي عندك الاقارب على الثاني على الثالث غادي تقابل انت في ليبيا؟ عندي عمتي مرا كبيره هي توا كبرت، عندي عمتي اخت بابا، فهمت؟ عندي عمتي حتى ولادها جنسيتهم ليبيين، عندي بنت اختي، عندي بولادها زاده ما شاء الله معرسين ولادها، عندي عروق ليبيه. غادي عندك جنسيه ليبيه؟ لا عندي جنسيه تونسيه. من كيفاش هذه غريبه شويه؟ لا لا مش تبدل، ماكش باش تبدل، ماكش باش تبدل، راهو في القانون انت ليبيه معناها، مش انت تعمل، انت بوك ليبي، انت اللي بوك ليبي. برشا ناس وديما جيراني يحبوني يقولوا لي لا لازم نعملوك الجنسيه ونعملوك الاقامه. يعني غريبه، الغريب في الامر مش انت ما تحبش، انت بوك ليبي وامك ليبيه. تحب تجي للجنسيه؟ ما نحبش، جنسيتي تونسيه ما نبدلهاش. تصور باش نحكي لك حاجه، ناس نعرفهم جاوا تو عاملين لي قامة، عاملين الجنسيه، انا ليه باسبوري تونسي، جنسيتي تونسيه، اوراقي تونسيه، كل شيء تونسي، بطاقتي نتاع كارت سيجور نتاع القنصليه، بطاقتي حمراء من قنصليتنا نطلع، اموري كل تونسي، حتى لوغتي لاحظتش لوغتي تونسية. تونسية مالجري عايشة من 91 تونسية حرة من عام 90 شهر 3، أنا نمشي اللي مشيت مارس معناتها لو 5. ما تأثرتش باللهجة؟ لا لهجتي ما بدليش، نبدل حتى شيء. شمي الريحة، شمي ريحة المشي والمرقيز والدنيا، شمي ريحة تونس وحلية. حتى ليبيا حلوة نحبها مليان. فين تعيش؟ في بلادي في وادي الليل، أنا بنت شبا وبو عجد من وقت الطليل، دار طرابلسي معروفة الحمد لله، بنت شبا وبو عجد، بو عجد شبا. شكرا ليك، عايشك، ميرسي بيان، وربي يفضلكم، وتحيا تونس وتحيا ليبيا.